إعادة المرحلة الأولى في منطقة جاردن سيتي لم تختلف كثيراً عن منطقة الزمالك، فكان إقبال الناخبين ضعيف إلى حد كبير، ولم نشهد الطوابير التي نشاهدها في انتخابات المرحلة الأولى. الجولة اللي فاتت كان الإقبال شديد من أول يوم، ده تقريباً لأن كان فيه 67 مرشح مش 4 بيعيدوا، فلو افترضنا أن كل 67 مرشح كل رشح معاه 3، بنتكلم في 200 فرد من أول ما بدأنا اللجنة. إحنا النهاردة لغاية دلوقتي الساعة تقريباً دخل على 2، عاملين حوالي 100 ناخب في كل لجنة. إحنا كنا عاملين 450 من 450 في لجنة و500 في لجنة، فتقريباً حوالي ربع اليوم، ربع الجولة الأولى، وإحنا لسه في انتظارنا نص يوم أهو، وبكره ان شاء الله باذن الله. احنا ما حسيناش بحاجه، كانت الناس بتستغرب ان 800 فرد بسرعه شديده جدا، لدرجه الناس فاكره ان ما فيش اقبال، لكن كان في اقبال شديد جدا في قصر النيل. احنا جايين النهارده بس نتابع العمليه الانتخابيه ونكون نوع من الحياديه شويه في منع اي انتهاك يحصل، ونساعد المواطنين برضو في سر العمليه الانتخابيه. بس المره دي بتفرق عن الاعاده، بتفرق عن المرحله الاولى في حاجات كتير جدا. الازدحام، ما فيش قبول كبير قوي من الناخبين على اللجان الانتخابيه، كذلك في تواجد امني اكتر من المره اللي فاتت، في تنظيم اكتر من المره اللي فاتت بكتير، وكمان في مراعاه والتزام بالمواعيد فتح اللجان وبدء الانتخابات، في الورق جه في ميعاده، حاجات كتير قوي تلافت عن المره اللي فاتت. كله تمام التمام، عشان يبقى عندك فكره، عشان ما اكدبش عليك يعني، والله ربنا يولي من الصلاح، البلد كل ما ده على اصح وعلى احسن، وان شاء الله نتفائل خير. بس غيرت رايي ان الناس رشتهم فاتت ما كملوش، فغيرت رايي، يعني مش غيرت رايي بقى، يعني اخترت من المتبقين. يعني هو كويس قوي، ما فيش مشاكل. احنا هنا يعني اللجنه دي قصر النيل ما حصلش فيها مشاكل خالص المره اللي فاتت. التامين كما هو وربما اشد، مره فاتت حسينا براحه وطمانينه شديده، نفس الاحساس ما اتغيرش من ناحيه التامين بتاع اللجنه.